بعد غياب طويل عادت الحياة مجددا إلى مسارح الأحساء الغنائية بعد ما قامت الهيئة العامة للترفيه مهرجان قيثارة الربيع. تبغى تعيد حفلات الزمن الجميل اللي كانت تقام في الأحساء في فترات ماضية. تفاصيل أكثر نشوف هذا التقرير ونرجع من ثاني. عادت الحياة مجددا إلى مسارح الأحساء الفنية بعد غياب طويل دام لأكثر من عقدين، حيث أطلقت هيئة الترفيه مهرجان قيثارة الربيع الذي استقطب عدد من الفنانين الشباب وسط حضور كبير في الصالة الرياضية المغلقة بمدينة الأمير عبد الله بن جلوي. الجمهور يترقب مثل هذه الحفلات في الأحساء، شكر لهيئة الترفيه على دعمهم ومتابعتهم لهذا الحفلات على مستوى المملكة، والتي حظيت الأحساء بأمسيات جميلة لعدد من الفنانين. محمد الشحي من دولة الإمارات العربية المتحدة، كان معنا محمد طاهر الفنان الأحسائي عرب نجم أو نجم عرب آيدول، اليوم معنا نواف الجمعان وزايد الصالح. حفلة جدا ممتازة، وحفلة حنا ندعمها طبعا من طبعا الجيل الحسا طبعا معروف بانتماء للدولة، وحنا طبعا ندعم الحفلات في دولتنا. واحة الأحساء التي تعد أرض خصبة للفن والفنانين، عرفت في السابق باحتضان العديد من الحفلات الغنائية بتنظيم من مقر جمعية الثقافة والفنون، والذي يعد من أوائل الفروع التي انطلقت في المملكة، حيث خرج منها كبار الفنانين السعوديين سواء في الفن الشعبي أو الفن الحديث. والله الأحساء طبعا غنية بالفنانين والمطربين يعني والشعراء، يعني كثير منهم يحتاجون بس الدعم، يعني إذا في دعم تجد المواهب متوفرة، ولكن للأسف كان ما في دعم، فلذلك تجدهم يتغربون. يعني وأنا واحد من اللي تغربوا، يعني راح الإمارات لما الحين رجعت المياه إلى مجاريها وعاد المسرح الغنائي إلى المملكة وإلى تحديدا المنطقة الشرقية، هذا شيء يسعدنا وراح إن شاء الله نبدع فيه بإذن الله. كانت الجمعية يعني كل ما بين فترة وفترة تقيم نشاط مسرحي أو غنائي، أضف إلى ذلك نحتفل بالمناسبات المحلية اللي تصير عندنا في الأحساء، منها مناسبات الزواج، مناسبات التكريم لأي، أذكر يعني كان في نادي الاتفاق بعد ما حصل على بطولة العرب لأول مرة كنادي سعودي احتفلنا به في جامعة الملك فيصل في مسرح القديم. طبعا ألبومات الصور القديمة لدى بعض المهتمين بمجال الفن حملت العديد من الذكريات التي أعادتها للذاكرة عودة الحفلات الغنائية من جديد إلى مسارح الأحساء تحت مظلة رسمية سخرت إمكانياتها بما يتناسب مع اهتمامات الجمهور. صالح المري، الأخبارية، الأحساء. عشان نتكلم عن هالموضوع بتفاصيل أكثر معي من الدمام الملحن إبراهيم مطلق. حياك الله أخوي إبراهيم. اهلا وسهلا. اذا تكلمنا عن الحساء نتكلم عن النخيل والفن. نعم. نتكلم على انه في عيسى الاحسائي ومنها طلع رابح صقر وعادل خميس وناصر الصالح وعدد كبير جدا من الاسماء. صحيح؟ هذا صحيح يا استاذ كريم. لا ننسى ان الاحساء ولاده بادبائها وفنانينها. صحيح. ونذكر منها والدي اللي هو الفنان مطلق دخيل، أول فرقة موسيقية أسسها في عام 1960، فبعدها اللي هي 1971 تأسست اللي هي جمعية الثقافة والفنون. طبعا الوالد مطلق دخيل أسس أول فرقة موسيقية كانت في عام 1960، كان فرقة 10 أشخاص أو 12 شخص، كانت بين تلفزيون الدمام وتلفزيون أرامكو. فكانت هذه انطلاقة بالنسبة للفن الأحسائي اللي انطلق فيها الوالد، وأيضا أسس أول جمعية ثقافة وفنون كانت من اقتراح اللي هو الأستاذ عبد الرحمن الحمد، وكانت في عام تقريبا 1971. هذه الانطلاقة طبعا أتى منها كثير من الفنانين
منهم من توفاه الله ومنهم من موجود على الساحة الغنائية. فما كما ذكرت لك إنه الأحساء ولاده بفنانينها، فالأحساء فقط ينقصها الدعم الإعلامي والدعم المالي لجميع الفنانين والموهوبين الموجودين في محافظة الأحساء أو منطقة المنطقة الشرقية والمملكة. طيب عشان هالكلام الجيد اللي يعني بصراحة يفتح النفس، أنا بيسمع شيء بعد حتى يفتح النفس. أنت جايب العود، نبي نسمع منك. حاضر. طبعاً راح أسمعك لحن طرحناه في الساحة، غناه الفنان خالد عبد الرحمن. تفضل. وهي من كلمات سمو الأمير خالد بن سعود الكبير وأمسيه بالخير، وهو طبعاً يشاهدنا الآن. هي بعنوان يا سعود راح الليل وهدى ويغني واخذ معه حلوة الونس والحبابة، الله يسهل كل درب مشى فيه والله يرد قلب الهقى. يا سعود راح الليل وده ونغني واخذ معه حلوة الونس والحبابة، الله يسهل كل درب مشى فيه والله يرد سالم من غيابه. البيت من عقبه سكت كل ما فيه، نسه وجدرانه وسوره وبابه، والبيت ما يحييه يا كودي غالي، عقب الحياه اصبح بعيني خرابه. البيت من عقبه سكت كل ما فيه، ناسه وجدرانه وسوره وبابه، والبيت ما يحييه يا كودي غالي، عقب الحياه اصبح بعيني خرابه. الله عليك، الله عليك أخوي إبراهيم. أخوي إبراهيم، أنت تتذكر الحفلات اللي بالزمانات في الأحساء؟ نعم صحيح. كيف كانت؟ كيف كان وضع الحفلات بالزمان بالأحساء؟ الحفلات يا أخي الفاضل من أجمل الحياة كنا يعني نقضيها، سواء في حفلات الزواجات أو في حفلات الرسمية في جمعية الثقافة والفنون. كان يحضرها كثير من الناس، كانوا يعني يتركون يعني بيوتهم لأجل ترفيه عن أنفسهم ويقضون وقت جميل. وهذا طبعا كما تعرف أخي الفاضل أن الموسيقى هي جمال الروح، لما الإنسان يجي بين فترة وأخرى من عناء العمل ومن عناء البيوت فيقضي وقت جميل في جمعية الثقافة والفنون، فهذه طبعا تعطيه جزء من الرفاهية وجزء من الراحة النفسية لكي يجدد الدم ويجدد الروح فيه. إن شاء الله أن الجمعية تعود زي ما كانت من أول، وحفلات الأحساء أيضا تعود زي ما كانت من أول، ويرجع هذا الفن عندكم بالأحساء. أبشرك هي رجعت وبقوة مع هيئة الترفيه. يلا هذا شيء جيد وبشارة خير لأهل الفن. نتطلع إلى 20-30 فيها طبعا الأشياء الكثيرة بإذن الله. شكرا جزيلا لك أخوي الملحن إبراهيم مطلق دخيل، شكرا جزيلا لك ويعطيك العافية.